يوم أمس كان هذا اتهام خطير لأبناء محافظة صلاح الدين. الظاهر أنه مجلس الوزراء لا توجد لديه الحجج القانونية لرد قرار مجلس محافظة صلاح الدين لأنه كونه دستوري وقانوني. نحن نختصر كلامنا إلى مجلس الوزراء بين مجلس المحافظة وبين حكومة صلاح الدين وما بين مجلس الوزراء هو الدستور والقانون، هو الحل الفيصل بيننا وبينهم، ونحن ومنذ هذه اللحظة نحن نعمل بالدستور والقانون وسوف نطالب حقنا وحق أبناء محافظة صلاح الدين وفق الدستور والقانون. أما عن تصريحات دولة رئيس الوزراء أنه مأوى للتكفيريين للقاعدة والبعثيين، حقيقة هذا كلام غير صحيح. أن محافظة صلاح الدين هي أول من حاربت البعثيين وحاربت القاعدة، وأن أول من نظف المحافظة من الإرهابيين هي محافظة صلاح الدين، نظفتها بجهودهم بشيوخ عشائرها بأبناء هذه المحافظة. عمر محافظة صلاح الدين ما دخلت لها قوات دعم من قبل القوات الحكومية أو الحكومة الاتحادية لتطهير المحافظة من الإرهاب. أبناء هذه المحافظة حاربوا الإرهاب، قاتلوا الإرهاب، عملوا أمن في الإرهاب، اليوم يجازئون بطردهم واحد تلو الآخر من قبل الحكومة المركزية. هذا الكلام غير دقيق. نحن متعايشين فيما بيناتنا. لاحظتم اليوم أبناء الدجيل جاهزين، أبناء الطز من ثلاثة الطوائف، من التركمان، من العرب، من الإكراد، ومن الشيعة ومن السنة.